مادلين طبر صاحبة مفاجآت في لقاءاتها التلفزيونية. مادلين كمان هتكشف لنا عن سبب عدم عرض مسلسل السلطان والشاه ومصير مسلسل محمد فؤاد الجديد الظاهر. الفنانة مادلين طبر تغيبت فنيا ولكن ظلت متواجدة خلال مشاركتها في عدد كبير من المهرجانات كرئيس لجنة التحكيم. بقالي مدة كان حظي في التمثيل غير سعيد، ولأنه حظي ما كانش قوي جدا فبقيت بحاول اني اعوض غيابي باني اكون في مهرجانات. تجربتي كانت واسعة وجميلة في الافلام القصيرة، استمتعت استمتاع غير عادي. سنة 2016 و 2017 ما كانوش أسعد السنين لمادلين وخصوصا على الصعيد الفني. كانت وحشة قوي. برج الحوت كان حظه مش لطيف. 2016 عملت مسلسلين، مسلسل وقف تماما مودرن اسمه الظاهر، والمسلسل الثاني السلطان والشاه ده حتة دور الله لو عادته. بيقولكم بسروجها فارغة لا دق العرش من تحت، ما لقاش سوق تسويقيه كويسه. ويبقى مسلسل الظاهر لمحمد فؤاد مصيره مجهول. موضوع القصه واعتراض جهات امنيه على القصه، اما الموضوع بتاع الخلاف المالي فالمنتج اللي ما معوش فلوس ما يسموش قضيه لا دين لها ولا وقت. مادلين عندها تجربه في السينما العالميه في فيلم امريكي اسمه 3 فيل. بعت لي اللاين، عملت اوديشن، قريت الفيلم، عجبني الدور جدا، خصوصا ان الشخصيه امريكيه من اصل مصري، فكانت فرصتي بقى اني احط يا لهوي وحاجات كده بتاعتنا من خلال الانجليزي بتاعي. يا ستي ايه ده؟ What are you doing؟ كتبت جهوم. ومشوارها في السينما العالميه ما وقفش عند فيلم 3 فيل. اخر اوديشن كانت لفيلم لنيكولاس كيج، يعني فرصة عظيمة، فرصة كبيرة. فردوا عليا وده عمل لي نوع من الإطراء والساتسفاكشن غير عادي. قالوا لي you are a very good performer، لكن احنا عايزين السن، سنها للبنت اصغر من سنك. مادلين معروفة باهتمامها بنفسها، وسر جمالها الاول هي انها عارفة انها جميلة. انا حلوة، انا حلوة، انا حلوه، اعمل ايه؟ بص يا رشاقه، اوكي رياضه، اوكي باخد بالي من اكلي، اوكي كنت هموت عايز اكل 4 زلابيات، اكل زلابيتين. زلابيه. I'm updating myself، ما بسيبش نفسي لا وشي ولا جسمي. تعرف دي بتاعت السرطان، فعشان كده انا عايزاها تبقى موجودة، سرطان الثدي، فحبيت احطها دعما ليهم. بالخليجي عربود ما قصرته.